فايرال سكين ديزيزز هو الفالول اللؤلؤي او الملوسكم، ملوسكم كونتاجيوزا. الملوسكم كونتاجيوزا من اسمها ملوسكم لان شكلها يشبه اللؤلؤ، كونتاجيوزا لان شريعه العدوى يسموها ملوسكم كونتاجيوزا. لو تقربوا لي هسه هاي الصورة، كل من يقرب هاي الصورة ويشوف لهاي البابيول راح يلقى البابيول عبارة عن امبليكيتد بابيول، يعني بابيول وبنصها حفرة. هاي very characteristic feature وهو يساعدنا بالتشخيص امبليكيتد بابيول. طبعا اليوجوال هيستوري واكو زملائكم القبلكم بالاستشارية جبنا لهم مريض ملوسكم كونتاجيوزا، وقتها كان الابو جايب ابنه، فلما سألناه بالهستري سألته أحد زميلاتكم أخذت هستري، قال لها أنا طلعت حباية واحدة وعصرتها ورا أسبوعين طلعن البقية. بالضبط هذا البرزنتيشن ماتر وهاي اليوجوال ستوري، تطلع واحدة يعصرها، لما يعصرها أكو تشيزي ماتيريال داخل هاي الحباية، هاي تشيزي ماتيريال عبارة عن loaded with viral particles، يعني many viral particles inside it، فلذلك راح تبدي هاي الفيرال بارتيكل تنتقل للجلد وتسوي لنا ذا نيو ليجن. هذا اسمه ملوسكم كونتاجيوزم. هاو وي تريت، طبعا علاجات هواي مهمه عندنا، اكو توبيكال تريتمنت. التوبيكال تريتمنت هسه اكو شركات صنعت لنا الملوكسي كريم اللي هو يشتغل اجينست ذيس فيروس، الملوكسي بوكس فيروس اسمه، نحطه توبيكال بس يحتاج لوقت، يعني تقريبا 1 مانث يلا يطيب. بالكتب يقول لك مجرد تثقب الحباية، بس لما تثقبها كنت تستخدم بوفيدون أيودين. الحقيقة الثقب مالتها على مود البوفيدون أيودين يدخل داخلها، وهم استميوليت إنفلاماتر ريسبون، يعني نحفز الجسم يسوي إنفلاماتر ريسبون أجين ذيس ملوسكم كونتاجيوزم، راح يصير بها إنفلاميشن أند كلير. ممكن الطيب وحدي، نعم ممكن الطيب وحدي، بس احنا نذر نتركها انه الطيب وحدي لان تحتاج duration هواي، وكل هاي duration هي تنتقل، فلذلك هي قد الطيب الحباية الاولى بس هي ناقلت لها فدميت حباية اخرى، فاصلا سواء للمريض نفسه تنتقل يعني للمناطق الاخرى بالجسم مالته، يعني للمناطق الاخرى بالجسم مالته تنتقل، وكذلك يعدي الاخرين، فما نخليها الطيب وحدي، احنا نطيبها كون. فهذا ضمن العلاج قلنا انه نسوي puncturing نثقبها بلس بوفيدون ايودين. KOH 10% نستخدم، هم الفكرة مالته كإرتيشن، يسوي إرتيشن بالملوسكم نفسها وبالسكن سراوندينج ات، والإنفلاماتور ريسبون راح تجينا تي سيل ميديتد اميونيتي وتقضينا عليها. مرات المريض يقول لك دكتور انا هاي العلاج الموضعي ما ارغب له، يسوي حكة عندي، انزعج من عده، ما عندي وقت، نقدر بسرعة ننتقل للفيزيكال ثيرابي. طبعا الفيزيكال ثيرابي احنا نسويها، اما نستخدم عادة باستشارية نستخدم الكيوريت اللي هو عبارة عن جهاز يشبه الخاشوقة الصغيرة، نجي على الملوستم نفسها ونشيلها، بس لما نشيلها كون تنتبه انه الملوستم بالجذر مالتها اكو هواي فيرال بارتيكل، فتكون تعقم المكان بشكل جيد، ولما نشيلها شيلها كون من جذرها تماما، مو شيلها من وسطها تسوي لها رابتشرينج، وبس تشيلها تعقم المكان ترجع من جديد وستوب البليدينج، يعني هي لما نشيلها راح تطلع قطرات دم من الجذر مالتها، هذا الدم لا تخليه يلوخ الجلد داير مدايرها، لان راح بي بعض الفيرال بارتيكل باقيه وتسوي لك ورا اسبوعين ثلاثه نيو ليجن. فلذلك لما نشيلها كون نشيلها بحذر، واذا ستيب سهله هي، اذا ان شاء الله بالاستشارية يعني راويكم مريض عدم اللوستم شلون يشيلها، فالشي كل سمبل وستوب البليدينج ووراها تصير كومبليتلي ريزولف. طبعا وعادة جماعة الملوستم نعطيهم زنك، سيستميك زنك سبليمنت، لان شافوا انه الزنك يقوي الاميونيتي على مود نمنع الركنس، لان هذا ابو الملوستم هسه تشوفون دني تقريبا 6 حبايات، بس هو بالحقيقة عنده فت 10 حبايات بعدهن ما طالع عاد دني صغار، لأن الحبايات ورا اسبوعين ثلاثة يجي المريض طالعات، فهو يعتقد انه السبب من عندك انت ما شايلهن عدل، هو الحقيقة لاني بعدهن non visible to the eye بعدهن، فلذلك انت المريض يكون لما نشيلهن ورا اسبوعين يقول لك اكو جلسة اخرى على مود نشيلك اللي احتمالي طلعن.
ننتقل للسكند فايرال سكن انفكشن هو الهيومن اورس. طبعا لما يشوفون الصوره مالته فيري كاركترستيك، يجيك على شكل ايرز لايك او تارجت لايك، يعني يشوفون اكو كم لون بالليجن. الفكره مالت الاورس هو فيروس اصلا موجود بالحيوان، يعني هو زونوتيك، موجود عاده بالاسنان مالت البقر ومالت الماعز ومالت الطليان وهاي الامور. هو قاعد نشوفه بالاستشارية يجن، أما النساء تقول لي دكتور أنا زوجي جاب لي راس باكر ورت أسوي غدا وشي ونظفتها، وراها دكتور بأسبوعين ثلاثة بدأ يطلع لي هذا السكن ليجن، عادة بالهاند نشوفه لأن هي اللي تنظف عن طريق إيدها. مرات نشوفها بالفيس إذا هي تنظفت أثناء التنظيف مسحت وجهها أو شي يطلع بالوجه. مرات يجون هواي القصاصيب، يعني هو بحكم هو شغله كقصاب ويتعامل مع رؤوس الحيوانات فيجينا. فاليوجوال ستوري انه اكو هيستوري اوف كونتاكت وذ ذيس انيمال، وعاده هذا الفيروس خاتل بالسنون مال الذن الماشيه. طبعا ساينتفكلي الهيومن اور نوت ريكواير تريتمنت، يعني هو ممكن انه يطيب without any intervention without any medical treatment. ولكن هسه تتخيل هذا مريض جاي لك للاستشارية يقول لك دكتور أنا هاي صار لي فوق ثلاث أسابيع هذا الليجن موجود. طبعا هو scientifically within 2 months يروح إذا الإميونيتي مالتك زينة، within 2 months يروح except إذا عندك فد ما يعني نوع من أنواع الإميونوسبرشن، أما أنت تستخدم treatment immunosuppress أو أنت فرضا يعني أو المريض مالتك عنده كانسر عنده diabetic mellitus أي cause يقلل الاميونيتي راح يخلي الديوريشن عاليه، يعني طول مو شهرين. بس من نورمال بوبوليشن هو within 2 months يصير بي كومبليت كليرنس. بس احنا عاده المريض ما يقبل، يعني لما نقول له هذا يطيب وحده ما يرتضي هذا الشيء، يعني نشوف هو صار له 3 اسابيع يعاني من هذا خاصه الفيميل، يقول لك دكتور طالع عندي هالشيء وانا ضايجه من عنده، حتى هو يعني سلايتلي بينفول. عاده اذا ما صار بي السكندري بكتيريال انفكشن حتى مو بينفول. ولذلك احنا نستخدم اني توبيكال انتي بايوتيك تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن، وبنفس الوقت يعني على مود المريض يستخدم فشي الى ان تنتهي الديوريشن مالته اللي هي 2 مانث. اما في حال المريض اميونو سبرس مثل ديابيتيك كانسر او هاي الامور، ذاك الوقت لا نستخدم سبيسيفيك تريتمنت له. فرضا نقدر نستخدم الايميكومويد اللي هو يحفز، اللي هو كريم يحفز الاميونيتي اللي موجودة بالجلد ويخلي انه الـ T-cell mediated immunity تقبل. اما في حال المريض immunosuppress مثل diabetic, cancer او هاي الامور، ذاك الوقت لا نستخدم specific treatment له. فرضا نقدر نستخدم الايميكومويد اللي هو يحفز، اللي هو كريم يحفز الاميونيتي اللي موجودة بالجلد ويخلي انه الـ T-cell mediated immunity تقبل عليها. وعندنا بعد line of treatment ما نريد ندوخكم بيها، بس الفكرة ما تكون تعرفون how we diagnose، وانه هو self limiting disease نستخدم له فقط symptomatic treatment على مود المريض يعني يستقر. الفالول اللي هو الفالول العادي البروكا بلغاريس، طبعا الوارت فت كلمة كبيرة بها عدة انواع. الوارت اكو يقسموه حسب الشيب مالته، ومرات يقسموه حسب بها عدة انواع. الوارت اكو يقسموه حسب الشيب مالته، ومرات يقسموه حسب السايت مالته. يعني فرض الفروكا فالجارس، فروكا معناها وارت وفالجارس معناها كومن، فذاك اسمه الثاني كومن وارت. الكومن وارت هو حقيقه الشيب مالته لو تشوفوه هذا الفروكا سيرفيس، عباره عن فروكا سبابيول مالتيبل فروكا سبابيول، سطح مالتها خشن ويكون متموج، فلذلك يسموها فروكا سيرفيس. وهاي ممكن تشوفها at many sites، ومن اسمه فروكا فالجاريس هو الموست كومن تايب اوف وارت. حقيقه ممكن يصير باي عمر، ممكن يصير many sites in the body، والتريتمنت مالته كلش سهل. التريتمنت احنا عندنا توبيكال تريتمنت، نستخدم اي كيراتوليتيك، ساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، اي شيء يكشط للجلد بحيث يوخر للوارت، لان الوارت قاتل بالبيزل لاير. فاحنا بس نشيل البيزل لاير، اكو بصف البيزل لاير يسموها ستيم سيل لاير، لما نشيل هاي البيزل لاير اللي هي لودد وذ فيروسز، هاي الستيم سيل راح تعطيك نيو بيزل
cell layer without يعني ال viral particles أو without ال viral DNA اللي هو خاتل بال DNA مات البيضة layer. فبسهولة التوبيكال كيرات وليتك نخلص من عندها. مرات المريض يقول لك أنا دكتور لأن عادة التوبيكال تحتاجها من شهر إلى شهرين يلا تطي complete clearance. يقول لك دكتور أنا صعبة علي تستخدم لنا physical treatment. ممكن نستخدم لنا laser therapy عندنا CO2 laser, RPM laser very effective single session جلسة واحدة نقضي على هذا الوارد كله. ومرات فرضا نحن بالمستشفى ما عندنا ليزر نستخدم الالكتروكاتري very effective خاصة إذا استخدمته بشكل صحيح ما دخل الديب. إذا دخل الديب راح يسوي post inflammatory hyperpigmentation يعني يصير استمرار بالمكان قوي. وإذا كلش أنت مبتدئ راح يسوي حتى إشكال. بس إذا استخدمته superficial بشكل صحيح راح يعوف بالسمار لمدة شهرين ثلاثة وراها يختفي ويصير ليجن كومبليت كليرنس. فأعتقد بالمحاضرة النظرة تلقون أكو صور مستخدمين إنه الـ CO2 والإلكتروكاتري وفد ريزلت كلش حلوة. طبعا كعلاج كله نفس الشيء. مرات سيستميك نستخدم إذا فرضا عندنا ملتيبل وارد بهذا الوقت نستخدم علاج هو يسوي كيراتوليتيك سيستماتيكلي مثل فرضا الأسيتريتين الأيزوتريتينوين. وبالبحوث لقوا الزنك سلفيت اللي هو هذا الزنك حبوب الزنك اللي هي فيتامينات إذا أعطيتها بجرعة 10 ميلي جرام بير كي جي هاي الجرعة ممكن بس وحدي تقضي لك على الوارد. شافوا أنه هاي الجرعة كفيلة أنه تحفز لك الإميون سيستم بحيث التي سيل ميديتد إميونيتي كلها تتفعل وتقضي لك على الوارد. ولكن براكتيكلي ما نقدر ننطي هاي الجرعة لأن حقيقة لما سووا البحث وانطوا هاي الجرعة لقوا كل المرضى صار عندهم GIT سايد افكت اللي هو كمان سايد افكت اسوشيتد بالزنك سواء زنك سلفيت او جلوكونيت. ولذلك عمليا ما نقدر ننطي هاي الجرعة. فلذلك احنا بالاستشارية شو نسوي؟ نستخدم ميثود اوف تريتمنت سواء التوبيكال او الفيزيكال وننطي الزنك بجرعة اقل ما نتجاوز ال 200-250 ملي جرام يعني بير داي مجرد انه نساعد انه نحفز الاميون سيستم على مود نقلل الريكرنس ريت وليس على مود انه نقضي على الفيروس نفسه. ولكن لما ندعم الاميون سيستم راح يقلل لنا الريكرنس ريت اللي قد يصير after the treatment. هسه راح كعلاج الوارد كله نفسه مجرد راح نتعرف على انواع الوارد اللي انطوها تسميات according to the shape of the wart or according to the site. يعني فرضا هسه بيريانجوال وارد هو نفس الكومن وارد الفرق فقط بالسايت يصير داير مداير النيل هذا الفرق. اما العلاج وشي نفسه مجرد بالبرينجول وارد ما نستخدم الالكتروكاتري. الفكره ليش؟ لان انت جوا النيل فولد خاصة البروكسيمال نيل فولد اكو شيء اسمه نيل ماتريكس يعني هو التشو اللي يولد لك النيل بليت يولد لك الابخر. ولذلك لما تستخدم الالكتروكاتري الالكتروكاتري المادة الإعازات الكهربائية أو الحرارة تنتقل تقريبا في 3 مليمتر from the point of the handle يعني من النقطة مات الالكتروكاتري تنتقلها فوق 3 مليمترات. هاي 3 مليمترات كفيلة أن تسوي الالكترو يعني desiccation يعني يحترق النيل ماتريكس. فلما عندك وارد من نيل فولد ما يصير تستخدم الالكتروكاتري وإنما تستخدم التوبيكال تريتمنت اللي هي الساليسيليك أسيد واللاكتيك أسيد ريتينويد توبيكال على مود ما تأذي النيل ماتريكس. وإلا المريض ينتهي إنه صار عنده كولير ديستركشن أوف ذا نيل ماتريكس وبالمستقبل النيل بليت ينتهي بعد ما يطلع النيل بليت. فإذا كنا ننتبه بالبرينجوال وارت نستخدم فقط التوبيكال تريتمنت نتجنب الفيزيكال تريتمنت اللي تأذي. أما CO2 إذا ضبطت الإعدادات معناته ممكن تستخدمه لان تقدر انت تحدد العمق مات الضربة. ايضا هنا النوع الثالث according to the site يعني هو نفس الكمان وارد بس السايت اختلف سموه هاي التسمية فراكا بلانتاريس فراكا وارد وبلانتاريس اللي هو سول مات الفود نفس الديسكريبشن نفس اللاين اوف تريتمنت. الفرق بالفراكا بلانتاريس بحكم انه الليجن يكون اندر ذا برجر يعني هذا المريض يلبس حذاء يلبس نعال فهاي دائما برجر على الوارت راح تؤدي الى انه الوارت الوحيد اللي هو يكون بينفول سمبتوماتيك اللي هو البلانتر وارت.
طبعا الشيء المهم انه اعطيتكم بالمحاضره النظريه how we differentiate between corn and wart، وهاي فد مستيك وهواي حتى اطباء يوقعون بيها. يجيني طبيب باطنيه جراحه يقول لي دكتور عندي بسمار، افحصه القى الدوارت مو بسمار، او بالعكس يقول لي عندي وارت افحصه القى بسمار. يقول لي هسه شنو الفرق؟ الفرق طبعا بالبروجنوسز اول شيء، وبالدبت اوف تريتمنت. يعني انا لما اسوي جلسه الكتروكاثري او ليزر للكورن يختلف العمق اللي اطبي عن الوارت. الوارت سوبرفيشال وانهي المشكله، اما الكورن لا، كون اطب شوي اعمق الى ان اوصل للجذر مالت الكورن واشلعه كله، والا ورا فتره المريض يرجع لك عنده ريكرنس صاير، او اصلا ما يستفاد اذا الكورن فرضا ما دخلت عميق وشلعته بشكل صحيح. فلذلك الفرق بالبروجنوسز هو تريت، واثنيناتهم ممكن تعالجهم بنفس اللاين اوف تريتمنت بس الدوزات تختلف والعمق مالت العلاج يختلف بين الكور اند الوارت. والكور ما يعدي، يعني اجيب ايدي اقيسه اخلي المريض طبيعي ما عندنا مشكله، اما الوارت يعدي. فهاي الفروقات حقيقه بسيطه نقدر نفرق بها، وانا اعطيتكم اياها بالمحاضره النظريه. اكو جدول انه لما نفحص اذا دايركت برجر، يعني اذا اجيت بزاويه 90 على الليجن وصار بين معناه هذا كور، اما اذا سويت له بينشينج وصار بين معناها هذا وارت. والنقطتين المهمات تشوفون الليجن نفسه، اذا لقيت بيه نقاط سود معناها ترومبوس كابيلاريز موجوده بالوارت. والشغله ايضا الاخرى المهمه تلقى الانتربشن اوف سكين لاين، يعني الخطوط مالت البصمات اللي موجوده بالسول وموجوده بالبالم. بالوارت الليجن راح تتوقف يم الخطوط، اما بالكورن تستمر. وتقدرون ترجعون للمحاضره النظري اللي اخذناها قبل يومين وراح تشوفوها بشكل واضح. الفراكه بلانه هم نفس الشيء، الفرق الوحيد الشكل، يعني النيتش المكان اختلف فانطوا تسميه، هنا الشكل اختلف فانطوا تسميه، سموه فراكه بلانه او بلين وارت. ومثل ما تشوفون انه الحبوب مسطحه تختلف عن الحبوب مالت الكومن وارت. بالفراكه بلانه خلوا ببالكم انه عادة هذا التايب مالت الوارت، واحنا حكينا بالنظري قلنا انه اكو 150 سترين اوف هيومن بابلوما فايروس كلها تسوي وارت، ولكن كل مجموعه من ذن ال 150 تسوي لك كلينيكال برزنتيشن يختلف عن المجموعه الاخرى. ولذلك هسه البلين وارت صار شكله، لان هيومن بابلوما فايروس ثلاثه عاده هو اللي يسويه، ولذلك الشكل ما تختلف. بس خلوا ببالكم هذا النوع من الوارت الفروكا بلانا عادة ريزيستنت للتريتمنت، يعني لما يجيك المريض فرضا اذا انا عندي كمان وارت اقول له شهر شهر ونص راح يصير كومبليت كليرنس على العلاج مالتي. لما يجيك فروكا بلانا اقول له لا حجي هذا احتمال 3 اشهر يلا يصير استجابه للعلاج، واحتمال اطول وياه 5 اشهر يلا اعالجه بشكل كامل في حال استخدمت طبعا توبيكال تريتمنت. اما في حال فيزيكال تريتمنت هي جلسه واحده ونقضى عليه، سواء سي او 2 ليزر ار بي ام ليزر او الكتروكاثري جلسه واحده وتنتهي المشكله. بس احكي لك على التوبيكال تريتمنت هيك راح يصير. ننتقل للفيلي فورم مارت. الفيلي فورم مارت هم الشكل انطات هاي التسميه، يعني شكل الليجن راح ينطينا هاي التسميه، ولذلك سموه فيلي فورم لان خيطي، تشوفوه انه طالعه كانه خيوط من السكن، فسموه فيلي فورم. وايضا هو صار فيلي فورم نتيجه اختلاف التايب مالت الهيومن بابلوما فايروس، يعني مثل ما قلنا بالبلين وارت الثلاثه هذا يختلف. هسه راح ننتقل طبعا لهذا اللي انا اعطيتكم اياه بالنظري الابيدرمال ديسبليزيا في الروكيس فورمس. الابيدرمال ديسبليزيا في الروكيس فورمس اريد هسه واحد من الاطباء الموجودين ويانا دكتور حيدر، دكتور حيدر شعبان. دكتور حيدر راح نسوي لك السبيكر اوبن. دكتور سوي لي ديسكربشن دكتور حيدر ولو زحمة عليك، سوي لي ديسكربشن شو تشوفه في هذا المريض؟ دكتور رايد اكو يعني او الرسيمه على الدورز مال الهاند عاشت ايدك تكون فلات، يعني مو عاشت ايدك فلات فقاعد اشوف كانه فلات ليجن والماسك مالتها يعني تكون ريجولار او يعني مو ويل ديفايند ديماركيتد. نعم
حسيدك. زين دكتور السايت ما تسوين الدورزم مال الهاند. الدورزم مات الهاند اللي هي عادة دكتور الدورزم مات هاند سن اكسبوز لو كفر عادة. اكيد سن اكسبوز. حسيدك دكتور. فتتذكر دكتور بالنظري اخذنا فشي اسمه الابيدرمو ديسبليجا في الروكيسي فورمس. الابيدرمو ديسبليجا في الروكيسي فورمس تجيك اما على شكل فلات ليجن مثل ما حضرتك ذكرت لنا، او تجيك على شكل براكس ليجن اللي اذا ترجعون للمحاضرة النظري تلقوها. فهي تجيك في هاي تو برزنتيشن. هي هاي جينيتيك كونديشن يصير البيشنت سسبتبل تو جيت هيومن بابيلوما فيروس، وتجيك على شكل ذن التو ليجن. عادة الليجن يتوزع بالسن اكسبوز اريا، يعني نفس هذا الليجن تلقاه بالفيس، تلقاه بالابر تشيست، بالابر باك، وين المناطق اللي تتعرض للشمس. ومثل هيك بيشن نستخدم ايضا نفس الكون يعني التريتمنت مالت الوارت، ولكن عادة بحكم هو مور وايد سبرد فنلتجئ للسيستميك تريتمنت مثل اسيتروتين، ايزوتروتينوين، نقل البيشن زنك، ودائما يكون صن كفرد لان هي الصن تحفز على ظهور هذا العلاج. والريسك مع ذني كيسز انه بريدسبوز تو سكن مالجنسي. وتتذكر دكتور بالنظر ايش قلنا لما يصير بي سكن مالجنسي شي صار شكل المريض بالنهايه؟ تتذكر دكتور حيدر؟ لا لا تريمان يعني مثل الاخفان تطلع من هاي السكن كانسر. اذا ترجع دكتور للنظر وشوفه تطلع مثل اخفان الاشجار من الجلد مالته، فالشكل يعني غريب هو وبس هو اكو كيسات. وعندنا هسه بالعراق كم كيس ابيدرموديسبليجا بالنجف، عندنا كم كيس ابيدرموديسبليجا في الروكسي فورمس. عاشتي لك دكتور حيدر. هسه راح ننتقل لدكتورة استبرق. دكتورة استبرق راح نسويش ايضا شو اسمه دكتور حيدر تمني يمك اغلق شو اسمه دكتورة استبرق. جاب دكتورة هذا المريض اوفش من الشرح اللي موجود هاي دكتورة استبرق. نعم دكتور. هاي دكتورة شوفي لي دكتورة هسه هذا المريض انت كوصف شو تسوي لك ديسكريبشن؟ دكتور ارضمية تصمى كيول بالفيس. ارثمية تصمى كيول قاعد تشوفين بالفيس. نعم دكتور. ايش قد تقدري لي عمره دكتورة؟ يعني بالعشرينات يعني. بالعشرينات عاشتي بس. هسه دكتورة عندنا هذا الكيس اللي مكتوب قدامكم الدياجنوسيز روبيلا، واكو كيس ثاني الميزل. الروبيلا يسموها الحصبة الألمانية والميزل يسموها الحصبة المعروفة يعني. اثنيناتهم راح يجوز نفس البرزنتيشن، اثنيناتهم ارثيميتس ماكيول، ماكيولو بابيولر يعني ماكيولو بابيول موجودات بالفيس وبالترنك وبالاكسسوارتيز. الفروقات جدا مهمة لأن يعني البروجنوسيز يختلف. احنا مريض الروبيلا إذا صارت مرية روبل وهي برجنت نلزم قلبنا، لأن هذا راح ينتقل على الطفل ويسوي لنا كونجنتال ديفورميتي. بس إذاك روبل طفل أو روبل أدلت ما نخاف، الأمور سهلة. ميزل لا شوية نخاف من عنده، الكومبليكيشن مالته أكثر، حتى يسوي بنكرياتايتس ونيمونيا ومننجايتس ومننجايتس وهواي انكفلايتس وهواي يسوي لنا مشاكل. فالنقاط التفرقة بين الروبيلا اند ميزل very important، لأن أكو مرات عندنا many conditions تشبه الروبيلا والميزل. مثالها مريض مستخدم بنسلين صار عنده tonsillitis مستخدم بنسلين، يجيك أيضا generalized maculopapular rash. الفرق شون؟ الأول فرق في الهيستوري، قل لك أنا ما أخذ بنسلين وطلع عندي. والفرق الثاني not associated with fever، هاي drug allergy not associated with fever. والفروقات الأخرى اللي هسه راح نحكيها between روبيلا and measles ساعدكم أن تفرقوها عن الـ other differential diagnosis. فأول فرق دكتورة إنه لما أنت تشوفين اثنيناتهم يجوج fever، اثنيناتهم يجوج مسخنين، ولكن الأمية تقلش أو هو المريض يقلش دكتورة أنا طلع عدة سخونة ورا يوم صار عدة رش، ويجيش مريض بصفه يقول دكتورة أنا صار عد السخونة وورا أربع أيام خمس أيام يلا صار عد الرش.
المريض الأول دكتور إيش تعتقدين، روبيلا لو ميزل اللي ورا يوم طلع الرش؟ دكتور روبيلا. روبيلا. واللي ورا 4-5 أيام ميزل. ميزل. يقول لي دكتورة أنا الفيفر وصل عندي 40 دكتور، أما الثاني يقول لي دكتورة أنا سخونة ما تزينة يعني 37.5-38 ما تجاوزت 40، السخونة العالية تروح ويا من دكتورة روبيلا لو ميزل؟ ميزل يصير فيه سخونة. الميزل أكثر السخونة مالته. نعم. النقطة الثالثة دكتورة يديش هو هذول مرضى اثنين انت قاعدة بالاستشارية واثنيناتهم قاعد يحكون وياك، قال لي الدكتورة انا عيني صارت حمرة، الثاني قال لي الدكتورة انا عيني ما صارت حمرة وما بيها لا حكة ولا حرقة، شو نسميها اول شيء هاي العين الحمرة والحكة وهاي شو نسميها ميديكال تيرم شو نسميها؟ ما اعرف دكتور. سام ابي الكونجكتيفايتس؟ ايه conjunctivitis is each red eye associated with symptom، يعني مرات يقول لك itching، مرات يحس مثل الحب الناعم موجود بالعين مالته لما يغلقها ويفتحها، مرات يحس حرقه. conjunctivitis دكتورة تمشي ويا الميزل لو ويا الروبلة؟ ويا الروبلة اعتقد. لا بالعكس ويا الميزل. خوش. نعم. الفرق الرابع اذا واحد منهم قال لك انا دكتورة صارت عندي مثل الدعابل بالنيك مالتي يعني بالركبة مالتي جوا اذني يعني خلف الاذن بالبوست اوركولر اريا، اول شيء هاي الدعابل شنو قصده؟ بابيول مثل الدعبل تحت الجلد. بابيول الناس يسميها حباية، دعبل تحت الجلد ايش تعتقدين؟ سيست ما تطلع لك دكتورة خلال ايام، اما هنا يعني هو مسخن وهو عنده انفكشن، ايش تتوقعين لما المريض يقول ايش والله دعبله تحت الجلد؟ لمف ادينوباثي يعني؟ ادينوباثي. دكتوره صفا دكتور محمد جابوش لمف ادينوباثي. فلما يجيك المريض لمف ادينوباثي طبعا هم اثنيناتهم يصير بهم لمف ادينوباثي ولكن مور بروناوست وخاصه بالسيرفايكال اريا اند البوست اوركولار اريا، هاي كاركترستيك للفروبل. واضح دكتورة؟ يعني مو ويا الميزل لم يصير بي لنف أدينوباثي، بس الفوس أوركولار لنف أدينوباثي، مولتبل لنف أدينوباثي، لارج لنف أدينوباثي، مورو بروناس بالروب اللي يصير أكثر من الميزل. النقطة الأخرى نفحص الحلق مادة، وصفي لي دكتورة هاي الحلق إيش قاعد تشوفين بيها الميوكس ندرين؟ بالتكية. ليش قلت بتيكي دكتورة؟ أنا هسه كطبيب اختصاص ما أقول بتيكي. Very small يعني. Very small. وريد. Red. بس احنا دكتورة ما نقول بتيكي اذا ما نتأكد. شون نتأكد دكتورة هاي بتيكي or not؟ جاي لكم انا بالفترة الاولى. انا اجاس ليجن ريد. موجود بالجلد. او طبعا الميوكس ممبرين هو جلد. جلد بس ناقصة سترات كورنيا. دكتورة صفاحش تخوش احجاية صحيح عاشتيتها تقول احنا نسوي دايسكوبي، فعلا نسوي دايسكوبي ونحل المشكلة. مرات فرضا انا هسخو ماكو سلايد ادخل بحلق المريض صعبة، قد اجرحها قد ادي قد السلايد ينكسر ويسوي له مشكلة، فانا بس ادخل اصبعي حتى لو سينجل فينجر بس اجرح. دكتورة سوي بسيط او بصف الليجن، إذا صار بي سانشينج يختفي فهذا معناها مو بتيكي دكتورة، معناها هاي الرثيمة نتيجة فازو داجيتيشن. واضح؟ أما إذا لا ترزت معناها بتيكي، لأن يعني بتيكي RBC تطلع من البلد فيزل وتروح لي على التشو السراوندينج تشو. طبعا أنت تقولي لا أنا فرق واضح لو أراويش كيسات أصلا ما تقدرين تفرقين بين الفازو داجيتيشن اللي يصير وبتوين بتيكي، لأن vasodilatation أنواع، أكو pinpoint vasodilatation يشبه البتيكي ضبط، ما تفرقي إلا بهاي الطريقة. لما نشوف بتيكي بالهارت بليت هاي تروح ويا الروبيلا يسموها فروش هايمر ساين، أما بالميزول تصير هم بالميوكس ميمبرين. الفرق إنه راح نشوف gray white macule
يسموها كوبليك سبوت. هاي very تقريبا 5 نقاط هسه فرقنا بين الميزلز اند روبيلا. لو هما كبريزنتيشن يجوز نفس الشيء. واضح دكتور استبرق؟ واضح دكتور. واضح. احنا هاي طبعا النقاط مهمة وانا جبتها لاحد يعني الجروبات جبتها ككوز. كوز كامل كان فرقوا لي بين روبيلا اند ميزلز. لان مهمة. يجيك هسه انت تخيلي عندك اخوك الصغير، عندك ابنك، وتجي ويصير عنده هذا البرزنتيشن وانت تدرين انه الميزل بي كومبليكيشن والناس يعرفون الحصبة شوية بيها خطورة، فيجون الاستشارية دكتور مروتك هذا ابني بي حصبة، اقول لما مو حصبة هاي. سكارلت فيفر هم يسوينا very simple. طبعا الروبيلا فيروس سكارلت فيفر بكتيريال ويجيش البرزنتيشن مشابه، اكو نقاط تفرق. هسه النقاط اللي ذكرناها فرقت لكم بين روبيلا اند ميزل، بين دراج اليرجي تيو تو بنسلين فيري كومن، مريض مستخدم لاموكسيل اوغمنتين وجاي لك عنده جنرالايز ماكيولو بابيولار راش. سؤال واحد هيك سريع بدون هيستوري، المريض ناسي بس قول لي فيفر عندك اور نوت. اذا ما عنده فيفر طير الاسكال للفيفر والروبيلا والميزل، ثلاثة تنطيريهم لان يجن دائما فيفر ويانا. فهاي النقاط المهمة تفرق لنا بين الميزل اند روبيلا، وقلنا انه الفرق طبعا اثنيناتهم احنا سبورتيف تريتمنت بس البروجنوسيس يختلف عندنا. مراقبتنا المريض الميزل، عندنا احنا مرضى ميزل مدخلينهم بالمستشفى، مراقبتنا المريض الميزل تختلف عن الروبيلا. طبعا هاي الامور هم مهمة، يعني اذكر اكو كيس مرة صار اكو مستيك من قبل احد الزملاء مدخل الردهة الباطنية وهو ميزل، الميزل تكون تسوي بردهة العزل، يعني انت هذا طابق ممكن كلهم تعديهم. فذاك يعني واحدة من الامور المهمة انه ليش قاعد نركز على الفروقات، لان انت هذا قرار، انت حاليا دكتور احنا حاليا ما علينا مسؤولية، ان شاء الله لما تكبرين وتصيرين اخصائية عليك مسؤولية، يعني هذا مريض اذا انت تسببتي في عد يعني عدوى لمرضى اخرين هاي يعني مسؤوليتك. فمثل هذا مريض الميزل اذا ما شخصتي بشكل صحيح، فرضا شخصتي سكارلت فيفر او شخصتي بالتبنسلين اليرجي، عندنا اتذكر مريض الميزل وهم الاهل اجوا قال لك دكتور احنا عندنا حساسيه بنسلين بالعائله وهذا ابننا اخذ بنسلين ما يدري اخذ اموكسيد، هو الحقيقه كان ميزل وهو عتباله تونسيلايتس واخذ له حبايه مات بنسلين، والصادفه يعني صادفة الهستري انه اخذ حباية البنسلين ورا 3 ايام، فثاني يوم طلع الراش هو عسبال الراش من البنسلين، واجا هو مصر الهستري انه بنسلين اليرجي، بس المريض كان كلش واضح الكونجكتيفايتس الراش مات الفيفر العالية كل السم والكوبليك سبوت كانت موجودة. فمرات هو المريض ما ينطيج الهستري المضبوط او هو مقتنع انه هذا الدياغنوستيك مات. هو هسه ركزنا على الروبيلا والميزل، فأتمنى أنتم تركزون عليها. واحدة من الدكتور فاروق لما يصير عاشتي الدكتورة استبرق، دكتور فاروق لما يصير الوقت ساعة نبهني. صار دكتور. تمام. دكتور استبرق من يم تسوي كتم للصوت. نجي للأذر يعني viral infection اللي هو الروسيما انفكشيوزا. او بين قوسين تقولون تيست ديزيز. اول شيء قبل ما كانوا ينطون اسماء الذن الفيرال انفكشن كانوا ينطون ارقام رقموهن 1, 2, 3 إلى 8. ذن الارقام شنهن اكوردينج يعني للتسلسل مات المرض، كانوا يعتقدون انه رقم 1 الراش مات يطلع ورا يوم واحد مثل الروبيلا، انطوها رقم 1 سموها الفيرست ديزيز. فرضا الشيكن بوكس سموه ثيرد ديزيز، ليش؟ لان عاده ورا 3 ايام من السخونه يطلع الراش. كانوا يعتقدون انه هي عائله واحده من الفيروسات، الاختلاف الوحيد فقط انه باختلاف العدد الايام اللي بعد الفيفر يظهر الراش. فلذلك ان كلهم تقروهم في الديزيز، هاي تسميات قديمه اللغت حاليا، ورا ما اكتشفوا البي سي ار اكتشفوا انه ذني الفيروس وحده تختلف عن الثانيه فلغوا هاي التسميه. فالاسم الجديد الروتيما انفكشيوزم. الروتيما انفكشيوزم النقطه المهمه اللي يكون تبقى ببالكم
انه الطفل يجينا عنده جنراليز راش ولكن كاركترستيكلي عنده برايت ريد فيشيال راش كونسنتريتد ان ذا تشيك اكثر شيء، يعني تلقى باقي مناطق الفيس، تلقى بالهاند، تلقى بالتشيست، ولكن يكون الحمار واضح كلش بالتشيك، فذاك يسموه سلاب تشيك، يعني مثل واحد طفل كمشه وضربه راجدي، الراجدي راح الحمار يتركز بالتشيك، فيسموه حتى بالكتب موجود سلاب تشيك ديزيز. واتمنى اذا ترجعون اليوم للجوجل او اي اطلس عندكم وطلعوا لنا السلاب تشيك ديزيز او الاريثيما انفكتيوزم وشوفوا ايش قد واضح الراش، قد واضح انه البرايت ريد اريثيما متركزه على التشيك. مرات لما يصير الاريثيما انفكتيوزم بالادلت تعطينا ريتيكيوليت، ريتيكيوليت شنو معناه؟ معناها شبكي، ريتيكيوليت اريثيما خاصه بالاكستريميتيز والترنك. لحد هنا اكو احد عنده سؤال شيء مو واضح؟ بس اكو بعض الامور انا ما منتبه عليها، مثل دكتور محمد هادي يسال ليش ما نطلب منه هو يضغط بلسانه على الهارت فليت. دكتور ممكن تطلب منه بس لما يضغط بلسانه على الهارت فليت ايش تقوم بعد ما تشوف، ما تشوف الليجن صار بي بلانشينج اور نوت، لو احنا نقدر نطلب منه بس انت تخيلها هسه، خلي اي واحد اي مريض قدامك واطلب من عنده باللسان ما يضغط على الهارت فليت، بعد ما تقدر تشوف الليجن. باقي الأطباء، دكتورة أم البنين سألة صورة سابقة بالصورتين الليجن كوز فروكا بلاني، واضح دكتورة. نرجع دكتورة على مود من ننسى الأسئلة، أعتقد دكتورة تقصدين على هاي مو دكتورة، دكتورة أم البنين هاي تقصديها دكتورة، ما أعرف دكتورة أم البنين موجودة معنا يعني. على العموم الدكتورة هاي، إذا أنت دكتورة ملبين إذا تقصدين هاي الصورة، طبعا هاي الصورة أول شيء إذا تروحين للشيفينج caused by shaving of the feared area بيش الليجن دكتورة يصير follicular، يعني إذا أنت تقصدين acido folliculitis باردي يصير very follicular الحقيقة، يعني داير مداير الفوليكول، ويجيش المريض عادة نيجرو يعني dark skin population history of shaving، اما هسه هذا الليجن طالع مش بالفورهيد مو بالبيرد اريا. بس اكو دكتوره الفيلي فورم وارت وحتى البلين وارت، اذا عندك 1 ليجن 2 ليجن والمريض ليجن 2 ليجن والمريض سواهن شيفينج راح يطلع نفس هذا الليجن موجود بكل البيرد اريا، فالشيفينج كان كبريسبيتيتنج فاكتور، واضح؟ بس ان شاء الله لما الدكتور تواصلين ويعني افتهم بالضبط شنو السؤال اللي تقصديه. هسه راح نرجع للفيرال، حقيقة اخر كم سلايد بالفيرال على مود نخلصه، اللي هو لطمة الحمى الهيربس سيمبلكس. الهيربس سيمبلكس يسوي فيروس اسمه هيربس سيمبلكس فيروس، مثل لطمة الحمى اللي انتو سامعين بيها هواي، بيها ماني تايب، راح ناخذ يعني 2-3 type ونكتفي بيهم بالنظرين نكمل الباقي. The most common type of herpes simplex infection هو الهيربس لابيالس اللي يصير لو على الشفة نفسها لو على السكن above the lip سواء above أو below the lip، إذا باللور lip يسموه herpes لابيالس. الهيربس بي primary recurrent، primary يعني أول مرة المريض يصير عنده هيربس، والهيربس كونتاجيوس يعني انت اخوك اختك صديقك ما اعرف شنو عنده وسلمت عليه وانتقل لك الهيربس. بالمره الاولى the first attack of infection يسموها primary herpes simplex او primary herpes labialis، وراها انت طول عمرك كل ما تسخن كل ما الاميونيتي مالتك تضعف، سواء استخدمت فد دراج ضعف الاميونيتي، كل ما انت تمر بستريس كونديشن بالفيميل لما نصير عندها منسترال سايكل، كل ذن الامور راح تؤدي الى انه الهيربس يهيج من جديد، فيصير عندك بالبدايه تيرنينج سنسيشن لمده يومين وراها يطلع عندك مالتيبل فيزيكال لوكالايزد جروب متجمعه بمكان واحد، وذني الفيزيكال بسرعه ترابتشر ويصير اوروجن مثل ما قاعد تشوفون بهاي الصوره، اكو مالتيبل اوروجن بالتانك وبالكورنر مالت الماوث وباللب.
الشيء المهم على مود الشخص الهيربس سيمبلكس بكل انواعه انه راح تلقى الليجن جروبد متجمع وعباره اما فيزيكال تشوفها انتاكت او متحوله الفيزيكال صايره بس تولز او تشوف الروجن مثل ما قاعد نشوفه بهاي الصوره. التريتمنت مالتها فيري سمبل، عندنا اسايكلوفير كريم او اسايكلوفير تاب اذا المريض عنده يعني هارد فيتشر او سيفير فيتشر ننطيه سيستميك اللي هو الاسايكلوفير تاب، او اذا المريض فشي سمبل خاصه بحالات الريكرنت هيربس لابياليس نكتفي فقط بالاسايكلوفير كريم يستخدمه لمده 5 مرات باليوم لمده 5 ايام، قاعده 5 في 5، 5 مرات باليوم لمدة 5 أيام يصير بها complete clearance. النقطة المهمة اللي يكون تفرقون between primary and recurrent، بالبرايمري يجيك المريض عادة associated with constitutional symptoms، عادة اللي يجيك bilateral inside يعني in case of primary، بالrecurrent يجيك localized unilateral not associated with constitutional symptoms. عدد الفيزيكال والاروجين بالبرايمري يكون عددها اكثر، بالسكند بالركرنت يكون عددها قليل، يكون سمول اروجين سمول فيزيكال بالركرنت، اما بالبرايمري يكون لارج مالتيبل. هاي النقاط تفرق لك بالبروجنوسيس وبالعلاج. يعني عاده المريض اذا انا شفته هذا برايمري بسرعه ابدي بالاسايكلوفير تاب، ما انتظر ابدي له بالكريم لان عاده هذا اسوشيتد وذ سيفير فيتشر. اما بالركرنت كل ما المريض بعد يطلع عنده يصير عنده يكون مايل فيتشر فقط اسايكلوفير كريم يكفي. الهيربس لابياليس اللي قبل شويه هو حكينا عنه قاعد تشوفون انه اذا هنا فقط علب نفسها او ابوف ذا ليب نسميه هيربس لابياليس، وهنا قريته ركرنت. طبعا هاي الركرنت ما تقدر تحددها الا تحددها اما من الهيستوري او من الفيتشرات لما تشوفون انه عدد الليجن سمول ما بي كونستيتيوشنال سيمبتوم عددهم قليل وحجمهم قليل وعاده لوكالايز ويونيلاترال مو جهتين فمعناها هاي ريكرنت. اما بالبرايمري راح اشوف انه مور وايد سبريد. طبعا اذا طبلك بالميوكوس ممبرين التسميه راح تختلف، مو هيربس لابياليس راح يصير هيربس جنجيفوستوماتايتس. جنجيفو معناها جنجايفه وستوماتايتس معناها التانك والميوكاس ممبرين سراوندينج. الهيربيتك ويتلو، الهيربيتك ويتلو هو عباره عن هيربس يصير فقط بالفينجرز يسموه هيربيتك ويتلو، حتى طبعا بالتو هم يسموه هيربيتك ويتلو. الفكره وين؟ هذا التايب مات الهيربس يصير عندنا عاده بالاطفال اللي ينتقل لهم من امهاتهم انتقل للحليب مالتهم، ويقوم هو طبيعته يمص صبع الطفل فراح ينتقل للفينجر. كمصطلح كتريتمنت كفيروس هو نفس الفيروس بس هاي تختلف انطوا هاي التسميه. وهواي نشوف باطباء الاسنان الهيربيتك ويتلو. منو يقدر يقول لي ليش؟ منو يقدر يقول لي ليش الهيربيتك ويتلو نشوفه عند اطباء الاسنان؟ يجونا هواي اطباء اسنان عندهم هيربيتك ويتلو. دكتور ممكن تنتقل له عن طريق لان هو يشتغل على الفم مال البيشنت. عاش تيدك دكتور. هو لما يشتغل على الفم مال المريض دول مرات مرضى يجون عندهم ريكرنت هيربس، بالريكرنت هيربس مرات الليجن بعده مو كلش واضح، او فرضا هو المريض يعني شوارب موجوده عنده وبيرد فما ينتبه الطبيب انه هسه هو عنده هيربس، لان هذا الريكرنت هيربس بين فتره وفتره يرجع عند المريض. فهو يشتغل الطبيب بالشف يشتغل بالاسنان، تشوفوه عرضه اثناء الشغل بالاسنان انه السن يعني يسوي مايكرو انجري بحيث الطبيب ما يهتم له، اثناء ما يشتغل ينجلخ الجلد مالته، يعني الشف ينجلخ والجلد ينجلخ. فهواي عندنا اطباء اسنان يراجعونا عندهم هيربيتك ويتلو بسبب شغلهم بالدنتال اريا. كتريتمنت كشي كله نفس الشيء. اخر 3 سلايدات دكتور فاروق صار الساعه لو بعد دكتور بعد 6 دقائق او 7 دقائق. طبعا بالمناسبه هواي احنا نشوف اللي اطباء اسنان خاصه اللي مرات يستاهلون لو يلبس له شف هذا النايلون، لو مرات اذا شغله سريعه حتى شف ما يلبس، يعني فرضا جوزايه يريد يطلعها
دول يكونون اكثر عرضة من اللي يلبس جف. اللي يلبس جف الريسك هواي اقل. طبعا اخر فايرال انفكشن اللي هو الفاريسيلا والهيربس زوستر. الفاريسيلا والهيربس زوستر يسويهن نفس الفيروس اللي هو الفاريسيلا فيروس. شاوين الفرق؟ الفرق انه الفاريسيلا او التشيكن بوكس اللي يسموه بالعربي ابو خريان او جذر الماء، انه البيشن get the virus for the first time، لأول مرة بحياته يجين فيروس، فتصير عدة الفاريسيلا أو chicken box. النقطة المهمة بالفاريسيلا أو chicken box إنه المريض لما يطلع عدة الليجن كهستري يقول لك دكتور أنا سخنت وراسي قام يوجعني لمدة 3 أيام، وراها دكتور بدأ يصير عدة طفح، هذا الطفح يكون يعني هايلي إتشي، حكته قوية. لما تيجي تفحص الجسم مات المريض تلقى الليجن متركز بالفيس وبالترنك و very few in the extremities سواء الأبر أو اللور. هاي نقطة كلش مهمة. نقطة ثانية المهمة، لما تفحص الليجن نفسه راح تلقى الليجن أكو بابيو وأكو فيزيكال وأكو ألتر وأكو كراست، يسموه بوليمورفيك ليجن. هاي كلش مهمة. الفيزيكال لما نشوفها مثل ما هاي نشوفها بهاي الصورة، تلقى الفيزيكال surrounded by erythematous halo، يعني اكو حلق حمراء داير مدايرها والفيزيكال تكون كلير، فيشبهوها بهاي الساين يسموها dewy drop on red beetle، يعني مثل قطرة ندى على الجورية الحمراء. هاي يعتبر characteristic feature للبيشن اللي عنده varicella او chicken pox. كتريتمنت very simple بالchildhood، مجرد انه نعطي سمبتوماتيك تريتمنت، تسقونه نعطيها باراسيتول، الحكه نعطيها الارمين، نخلي المريض نعطي سيستميك وتوبيكال انتي بايوتيك تو بريفنت سيكندري انفكشن، ومرات يصير عندهم كومبليكيشن اوف نيمونيا وبكتيريتايتس وهاي الامور اخرى، فنعطي سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت الكومبليكيشن، ويحتاج بيد ريست، ونعطي كلامينا لوشن كسوتينج ايجنت على مود الحكه تخف. عادة طبعا هواي يسألوك يقولك دكتور طبعا سوي له ايزوليشن لان هو ينتقل عن طريق الريسبيراتوري دروبلت، والاهل راح يسألوك دكتور يمتئب انه يقوم ما يعدي، قل له لما كل الحبوب تيبس تكون كل الحبوب الفيزيكال والبابيول يصير بيها كراستيشن، يعني يصير بيها كراست بحيث تيبس ويصير عليها كراست، يلا المريض يقوم ما يعدي المرض. هاي مهمة النقطة، لان هواي يسألوك الاهل دكتور ابنه يمتئب يقوم ما يعدي، دكتور يمكن نقدر نرجع على المدرسة، دكتور الطبيب انطى إجازة 5 أيام كافي دكتور، قل لهم يبقى isolation إلى أن كل skin lesion become crusted، تصير عليها طبقة تتيبس. بالأدلت تكون المانيفستيشن more severe than الchild، فلذلك في شي حالة ننطي systemic acyclovir. احنا ممكن نطيب التشايلد بس بالتجربة ما يحتاجه، واحنا نريد الاميونيتي مالته تقوى فما ننطي. بالادلت يجيك سيفير وانا شايف مرضى دخلوا بالطابق chicken pox for the first time in the adult، صار عندهم نيمونيا وصار عندهم بنكرياتيتس، عندنا مريض دخل شهر كامل بمستشفى الصدر بنكرياتيتس due to chicken pox عمره 30 سنة، ويصير عندهم انكيفالايتس، فصير عندهم الكومبليكيشن اكثر من الاطفال. الاطفال ريرلي الا اذا هو عنده مشكله بجسمه صار عنده كومبليكيشن. في حال احنا عندنا الطفل عندنا هيستوري مات اميون سبريشن، يعني ندري انه هذا الطفل انه الاميون سيستم مات تلوس هو ديابيتيك، او الطفل عنده هيماتولوجيكال مالجنس، في ذاك الوقت نعطي اسايكلوفير اما انجكشن او نعطي اسايكلوفير اورال. الهيرب زوستر او الحزام الناري او الشنجل يسموه هو نفس الفيروسيلا نفس الفيروس، الفرق انه هنا هذا المريض هو بطفولته صاير عنده فيروسيلا. الفيروسيلا قلنا الفيروس ورا اسبوعين تقريبا 3 أسابيع ينتهي يختفي المرض، ورا ما يذن يصير به كراستيشن يختفي المرض، بس لقوا انه الفيروس ما يموت، الجسم ما يقدر يموته، يقدر يقلل عدده بس ما يموته. فالفيروس لما يشوف الاميون سيستم صار قوي ايش راح يسوي؟ يختل بالجانجليا، يختل لجانجليا ويختل بيها.
بالمستقبل لما المناعة ما تتضعف يرجع الفيروس ينشط، بس لما ينشط ما يقدر يضرب كل الجسم، إنما يضرب فقط الدرماتوم اللي نابع من هاي الجانجليا. فإذاك تشوفون إنه نسميه حزام ناري لأن يجي المكان عبارة عن قطعة واحدة كلها physical with burning sensation. المريض يقول لك دكتور حرقة painful sensation burning sensation. بالهيربس زوستر مصر تستخدم الأسايكلوفير، وكل ما تبدأ من وقت كل ما أحسن. وعندنا بي جولدن أور، يعني عادة 72 ساعة إذا أنت ما بديت أسايكلوفير بعد ماكو فائدة تبدي أسايكلوفير، وكل ساعة تتأخر كل ما الكومبليكيشن تزداد. هسه تقولي شنو هاي الكومبليكيشن دكتور؟ الكومبليكيشن هي البوست هيربيتيك نيورالجيا، وهاي يعتبرون الجولدن أور مات الأسايكلوفير تشبه الجولدن أور مات المايكارديال انفاركشن. لما انت ما تنطي للمريض اكتليز وترجع له البلاد سبلاي طبيعي للهارت تنتهي، يصير انفاكشن بالمفصل وانتهت. هنا نفس الشيء عندنا الاسايكلوفير اذا ما بديته من وقت كل ساعه تتاخر باعطاء الاسايكلوفير. انا حتى مرضى يجون بالاستشاريه اقول له هسه روح جيب لي اسايكلوفير وبلعق قدامي، كل ما يتاخر يقول لا دكتور ارجع للبيت انا بيتي بالعباسي ارجع واشتري وهذا، اقول له لا جيب لي هسه شريط وبلعق قدامي. الفكرة انه انت كل ما تتأخر ساعات كل ما complication مات البوست هيربيتيك نيورالجي تزداد، والبوست هيربيتيك نيورالجي اذا صارت تدشي دزاستة، لان اكو مرضى خاصة كبار بالعمر جماعة الديابتك تبقى عندهم لمدة سنين كاملة، هذا المريض يصير عنده severe attack of pain at the site of herpes zoster، هو قابل herpes zoster بس يبقى مكان الherpes zoster دائما يصير به severe pain. مرة عندنا مريض بالاستشارية أثناء ما إجانا يراجع إجت الأتاك بالقاع، يبدأ شيء نايم بالقاع من الألم، فسيفير تين يشبه التين ما تلستون، والعلاج ما يعني نحس عندنا فالتوبيكال وسيستميك تريتمنت، ومرات حتى ما تفيد نضطر أنه نقطع العصب نزل أبو التخدير أو جماعة النيورو سيرجري ويشيلوننا العصب، يقطعنا العصب على المود بعد نير سبلاي ما يجي هاي الأريا وننهي هذا البين. فذاك very important انهم تبدون الاسايكلوفير هيربس زوستر، والجرعة مالته هو 800 ملي جرام اقصى جرعة من الاسايكلوفير 800 ملي جرام خمس مرات باليوم لمدة اسبوع يستمر المريض على الاسايكلوفير. والهيربس زوستر ينطون بانواع هواي according to the site، يعني المريض اللي يصير عنده بال الأوفثالميك سبلاي يعني الترايجيمينال سبلاي اللي يعطيك الأوفثالميك نير، لما الجانجليا جينيكليت جانجليا الموجودة هناك هي اللي صاير بيها يعني الفاريسيلا فيروس خاتل هناك، وهذا المريض بالكبر صار عنده الاميونيتي ضعفت، فراح يصير عنده الفيزيكال والسيمبتوم بهاي الاريا اللي هي منطقة السبلاي مات الأوفثالميك. اخر سلايد اريد بي تركزون نقطه مهمه، لما يجيك بيشن عنده اوفثالميك زوستر دائما نفحص النوز، تفحصون النوز هنا عاشتي يا دكتور فاروق، هو هذا اخر سلايد وننهي. وعندنا دكتور علي هم سائل سؤال انا ما منتبه عليه هم هسه نجاوبه، لما نشوف هيربس زوستر اوفثالميك هيربس زوستر تركز لنا على النوز. الفكره ليش تركز لنا على النوز؟ إذا شفت فيزيكال موجودة بالتب مات النوز أعرف دائما أنه أكو كيراتايتس أكو أوفثالميك أسوشيشن. بالأوفثالميك هيربس زوستر الجلد ما يخوفنا، علاج ننطيه هو الأسايكلوفير وكريمات اللي هي توبيكال أنتيبايتيك وننطيه فالتوبيكال أستاتيك وتنتهي المشكلة خلال 10 أيام تنتهي كل المشكلة. ولكن مشكلتنا وين؟ إذا أكو eye association يعني eye complication. عادة إذا المريض عنده physical بالتب مات النوز معناها النيزو سيلياري برانش مات الأوفثالميك نيرف involved، وهذا إذا involved نفس هذا أكو بي برانش يطب على الآي يعني على الكورنيا فصير كيراتايتس. فأنت إذا ما انتبهت ونطيت علاج للمريض للآي أيضا، وإحنا مو شغلنا أنا أنطي للآي، أسوي له أوفثالميك consultation للأوفثالمولوجي يروح هو ينطي العلاج، بس انت وظيفتك كطبيب جلدية انت المريض يجيك هو جاي لك عالجلد مالته، يعني يجيك هيربس زوستر جاي عالجلد، فانت وظيفتك تفحص الجلد
وتتأكد أكو أوفثالميك أسوشيشن عن طريق هاي الساين سموه هيجنسون ساين، إنه شوف أكو فيزيكال بالتدمات النوز منين إجت هاي الفيزيكال من النيزو سيديالي برانش اللي هو بي برانش يدخل على الآي، فإذا النوز انفولد معناها الآي 100% انفولد، فندزة أوفثالميك كونسلتيشن أو بالأوفثالمولوجي ينطيق الآي.